سي محمود، حنا الان تتواجدوا امام مقبره الغفران مدينه الدار البيضاء، المقبره اللي يثار حول الجدل الكثير. الناس يجيو، الناس يتبادلوا، تيبغيو يدفنوا الاموات ديالهم مورا الربعه، ما تيلقاوش مع من يهضروا، ما تيلقاوش يعني الجنائز تترجع. اشنو المشكل بالضبط في هذه المقبره؟ بطبيعه الحال في هذه مجموعه التعاون الاجتماعي الغفران، هي واحد المرفق اللي كيدبر عن طريق واحد المجلس اللي دائما جرات العاده كيتنتخب عن طريق اربعه المناديب، عن جماعه الدار البيضاء وثلاثه عن الجماعات التابعة لإقليم مديونة، ثلاث جماعات أي أربعة أعضاء زائد ثلاثة سبعة أعضاء، كتكون واحد المجلس كيسهر على تدبير وتسير هذا المرفق هذا. اليوم أن هذا المجلس ما تنتخبوا الأعضاء كأعضاء تنتخبوا، لكن المجلس ما تشكلش، ما عرفناش شي الأسباب اللي ما تنتخبش اللي ما تدارش في هذا المجلس اللي صار لحل هذه المشاكل اللي كتعرض دابا للمواطن. ديال المواطن كيعاني واحد الشكل كثير ودائما، وهي معاناه يوميه كيعانيها المواطن اللي كيبغيو يدفنوا الجنائز ديالهم، لان كيف يعقل انك يجي الجنازه حتى لمقبره الغفران تقول لي ان الدفين في الايام العاديه 5:30 كيسالي الدفين، وفي خلال شهر رمضان الساعه الرابعه كيبداو الاحتجاجات، كتبدا الصداع، كتبدا الفوضى هنايا، كيجي التدخلات. هذا ممكن؟ لا ممكن ان الناس عاد كتدفن. بعض المرات كاين الناس كتعاود ترجع الجنائز للمستودع الاموات، وكاين اللي كيرجعها حتى للدار. وانتم في مجلس المدينه يعني بانه المؤسسه الكبيره، علاش ما تطرحوش هذه القضيه؟ هذا المشكل هذا طرحوه جميع الساده الاعضاء ديال مجلس المدينه الدار البيضاء، واخر دوره اللي دار في مجلس المدينه تطرقنا لها، وانا بصيفتي كعود الضغط تعطرات للمساله ديال هذا المشكل اللي كنعانيوه، ان واحد العدد الاعضاء كيعانيو من هذا المشكل ديال الدفن، لان بعض الجنائز كترجع. كاين الجنائز اللي ما كيكونوا باقي عندهم الوقت فين يدفنوا، كيضطروا انهم يخليوها في الدار باش ما يتحطوش في هذا المشكل هذا. دابا الانسان البيضاوي ولا بغى يموت خصو يقول خصني نموت قبل من ثلاثه ولا اربعه باش يلاه نقدر ندفن الدار البيضاء. هذا هو اللي كاين. هذا دابا خصك تضبط الوقت، كتشوف الساعة مثلا كتلقى الربعة يلاه امتى تجهيز لذاك الميت او ديك الجنازة، شحال تستغرق ديال عملية الغسل وعملية باش تجيبها لهنا، تشوف الوقت، تحسب الوقت على باش ما تصطدمش في هذا الواقع اللي كنعيشوه دائما. علما ان الحل يعني يقدر يكون بسيط، هو ان تكون واحد بيرمانونس في داخل المقبرة اللي تحل المشكل، الناس يخرجوا مع الربعة الله يعاونهم، ويجوا الناس اخرين اللي يخدموا حتى على الاقل حتى المغرب ولا حتى العشاء. بطبيعة الحال كاين هناك مجموعة من الفعاليات اللي مساعدة انها تضحي في هذا الاطار هذا باش تحل هذا المشكل، انها خاص على اللي يعطيهم لامه باش يبقاو هذا المشكل. كاين اللي يبقى معاك هنا حتى ل 10 الليل مستعد انه يضحي ويبقى يدفن هنا وبدون مقابل في سبيل الله. اذا حنا ملي كنقولوا الجنازه خصك تعرف التوقيت ديال انك مع شخصك تجي للمقبره، وتقد تجي للمقبره وتعطل شي مجرد انك تجي تلقى الاداره سدات مع 5:30 ما غاديش تدفن، لان اش يقول لك المسؤول عن عمليه الدفن؟ تيقول لك انا جيب لي الكيطونس من هذه الاداره ندفن لك، ماشي شي الكيطونس، انا ماشي شغلي فاش. بالنسبه لكم انتم كمنتخبين تنعرفوا العلاقات ديالكم مع الجنائز مع المواطنين، شنو نوع الحراج اللي تتلقاو ريوسكم فيه؟ دائما معرضين للحراج مع المواطن في هذه المساله ديال الجنائز، لاننا كنجيو هنا كنبقاو نديروا في التدخلات، والتدخلات ماشي مقتصره على المنتخب فقط، جميع الناس، جميع الاخوان اللي كيحضروا كيتدخلوا. كاين اللي كيتحل المشكل، كاين اللي ما كيتحلش ليه، وهذا عيب وعار. يا يتحل المشكل ديال ان هذا المتوى الاخير ما بقاوش نلعبوا به، يا يتحل كل شيء يا ما يتحلش كل شيء.